تحقق في جامعة أسوان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر بمدينتي حلايب وشلاتين. تهدف القافلة إلى تقديم رعاية طبية لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين باعتبار ذلك حقا مجتمعيا أصيلا تقدمه الجامعة لأهالي المدينتين المصريتين. لمزيد من التفاصيل انضموا إلينا من هناك مراسل أونلايف أحمد فرج. أهلا بك أحمد، ماذا لديك من تفاصيل؟ أرحب بك. بالفعل بدأت قافلة الخير، قافلة التي تنظمها جامعة أسوان، عملها الآن في مدينة شلاتين التابعة لمحافظة البحر الأحمر. هذه القافلة هي قافلة متنوعة، قافلة طبية بالإضافة إلى بيطرية بالإضافة إلى زراعية. نتحدث عن 50 يعني أستاذ من جامعة أسوان يشارك في هذه القافلة الطبية، ونحن الآن داخل مستشفى شلاتين العام والتي بدأت فيها جميع يعني القوافل عملها، وخاصة القوافل الطبية هنا ويعني البشرية داخل المستشفى. نتحدث عن أن تعداد سكان مدينة شلاتين وصل إلى 24 ألف نسمة، من المؤكد أنهم يحتاجون إلى رعاية طبية قوية، وتعتبر هذه القافلة هي من أقوى القوافل المتنوعة التي نزلت مدينة شلاتين. ومعنا للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذه القافلة الدكتور أحمد غالب رئيس جامعة أسوان. بالرحب بك فندم. أهلا وسهلا بكم على أرض شلاتين. يعني بدأت بالفعل القافلة عملها وسوف تتوجهون غدا إلى مدينة حلايب، ولكن ضعنا في الصورة تفاصيل خاصة بهذه القافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنرحب بكم في أرضنا في مدينة شلاتين محافظة البحر الأحمر. طبعا احنا جامعة أسوان من منطلق دور جامعة أسوان في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللي المفروض تلعبه في تنمية محافظة أسوان والمحافظات المحيطة بها مثل محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر. اليوم احنا بننظم قافلة تحت مسمى قافلة الخير لمدينة شلاتين، وغدا هتبقى لمدينة حلايب وأبو رماد في الجزء الجنوبي العزيز على قلوبنا جميعا من أرض مصر الطيبة. اليوم نحن القافلة هي في الأساس قافلة طبية بتضم كل تخصصات الطب، فعندنا أساتذة وبالإضافة لمدرسين مساعدين ونواب وطاقم تمريض ومتخصصين في كل مجالات الطب، الجراحة في الرمد في النساء في البطنة. فبالتالي احنا اليوم احتلينا كل العيادات الخاصة بالمستشفى، كان في تنسيق مع محافظ سيادة اللواء أحمد محافظ البحر الأحمر ومجلس مدينة الشلاتين وإدارة المستشفى ووكالة وزارة الصحة لعمل هذه القافلة. وبالتالي تم تجميع أهالينا من الوديان والقرى والنجوع المحيطة بنا. في اليوم هيتم عمل الكشف اللازم في كل التخصصات وإعطاء العلاج اللازم، وكمان الحالات بقى اللي هتحتاج حضرتك نقل لجامعة أسوان بإمكانياتها الضخمة في المجالات الدقيقة. هيتم المستلزمات الطبية فندم، هل هتواظبوا بتزويد المستشفى بالمستلزمات الطبية ولا فقط هو علاج على مدة أو مدار يوم فقط لكافة الأهالي هنا؟ هو بالفعل احنا عملنا بروتوكول مع محافظة البحر الأحمر ومستشفى أسوان الجامعي وكلية الطب متمثلة في مستشفى أسوان الجامعي وجامعة أسوان، ان احنا يبقى في زيارات متكررة للأطباء المتخصصين في كل المجالات على مدار السنة، وفي نفس الوقت هنمد المستشفى بما ينقصها من المستلزمات الطبية ومن الأدوية والمعدات المطلوبة الخفيفة، عشان يبقى في احنا هنا هو ده دورنا، ولابد ان احنا المنطقة دينامية ومنطقة واعدة ومحتاجة الكثير، فلابد احنا نمد الايد، ان احنا اقرب نقطة او اقرب مكان في الوادي هي مدينة أسوان ومحافظة أسوان. على فكرة هي البوابة الجنوبية لمصر على أفريقيا، وجامعة أسوان بقى بتكمل الدور ده، بحيث ان احنا رؤيتنا وهدفنا وحلمنا ان احنا ننفتح على أفريقيا وننفتح على كل محافظات الجنوب، وبالتالي نقدم الخدمة ويكون في تواصل بيننا ما بينهم وفايدة للطرفين ان شاء الله. نتحدث ايضا عن قطعة ارض خاصة بجامعة أسوان يعني هنا في مدينة شلاتين، حدثنا في بعض التفاصيل الخاصة بهذه القطعة. في هذا المجال بنحيي سيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أنا كنت طلبت منه أن احنا يكون لنا عايزين نعمل مراكز بحثية متخصصة لجامعة أسوان على ساحل البحر الأحمر تخص بقى في عندنا كل
كليات غير نمطيه زي كليه الزراعه والموارد الطبيعيه، كليه تكنولوجيا المصيد والاسماك، الطب البيطري. دي محتاجه حضرتك ان احنا يعني يكون في مساحه نتحرك فيها، وتبقى برضه في شغل يبقى على ساحل البحر الاحمر وعلى الحدود مع السودان. فبالتالي احنا طلبنا ان احنا يخصص لنا مساحه ارض، فبالتالي عملنا اجتماع مع محافظ البحر الاحمر وشرحنا رؤيتنا وخطتنا في المستقبل، فهيتم ان شاء الله تخصيص. فبنطالب برضه ان احنا يعني يتم الاسراع في التخصيص لمساحه 50 فدان في الشلاتين عشان نعمل فيها مراكز. مراكز دي تشمل معسكر شباب دائم دولي، مش لجامعه اسوان بس، لكل جامعات مصر. نعمل حضرتك مراكز بحثيه في الطاقه والطاقه الجديده والمتجدده، في تحليه الميه، مزارع اسماك، مزارع انتاج حيوان، مزارع جمال، مستشفى طب. لماذا فندم تم استهداف، لماذا حلايب وشلاتين، لماذا تم استهداف حلايب وشلاتين من هذه القافله، ولماذا تم استهدافها ايضا من خلال قطعه الارض الخاصه بجامعه اسوان؟ هي نقطه عزيزه زي ما قلت لحضرتك على قلوبنا ومحرومه، ولابد انها تتربط بينا حضرتك بالشكل ده هو علشان يتم فيه بقى متابعه، ان في ناس تروح وناس تيجي، في حاجات تتم. ووضعنا خطه لهذا الكلام، مش خطه يوم ولا اتنين، ده على خطه 10 سنين. هنعمل ايه السنه دي، نعمل ايه السنه الجايه، نعمل السنه اللي بعدها، وهكذا. لابد ان احنا برضه يكون لنا يعني منفذ على ساحل البحر الاحمر عشان الكليات اللي لها ابحاث تخص المياه البحريه، تخص الاحياء البحريه والاسماك وكده. وبالاضافه لي المنطقه دي غنيه، معبر للجمال والثروه الحيوانيه اللي احنا فيه يعني محتاجين ننميها ونطورها في مصر عشان تسد احتياجاتنا. فبالتالي احنا هنا ده المعبر، لابد هنا المعبر يتم شغل من ناحيه زراعيه، من ناحيه التسميم، من ناحيه الطب البيطري، من ناحيه ممكن يحصل فيه زي يعني ذبح لهذه وتصنيع منتجات حيوانية. أشكركم على مدار العمل خلال اليومين في حلايب وشلاتين، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. يعني إذن نحن أمام قافلة طبية بالفعل تم التنويه عن عمل هذه القافلة قبل أيام من مجاها إلى هنا، والحديث أيضا عن قطعة الأرض التي تخصص لأبناء هذه المدينتين، وذلك لي يعني التعلم فيها بدلا من إفادهم في جامعات خارج هذه المحافظة، محافظة البحر الأحمر، أو خارج مدينة شلاتين ومدينة حلايب. نعم أحمد فرج مراسل أونلايف من شلاتين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وشكرا موصول أيضا لضيفك الدكتور أحمد غالب رئيس جامعة أسوان.